بارك الله فيكم. السائل من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي مع الإمام التراويح في المسجد حتى ينصرف، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تكتب كقيام ليلة، فهل إذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الأخير هل أكون قد خالفت السنة؟ أفيدوني أيضا بسؤالي هذا. هذا سؤال دقيق، دقيق جدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه وانصرف، فقالوا: يا رسول الله، لو أنك نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يصلوا في آخر الليل، وهو إشارة إلى أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما تابع عليه إمامه. فسؤال هذا السائل من أهل اليمن يتنزل على هذا، فيقال: الأفضل أن تقتصر على ما تابعت فيه إمامك حتى انصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن لو أنه قام وأحب أن يصلي في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، وفي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر.